بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بمناسبة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بعيدها الوطني وعيد التحرير، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأماني إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده حفظه الله، وإلى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي والشعب الكويتي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار والرخاء الدائم إن شاء الله تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو. وباسمي أيضا أعضاء البعثة وباسم الجالية التونسية المقيمة في الكويت أن أجدد التهاني بإن شاء الله أن تعود هذه الأيام على دولة الكويت الشقيقة بالخير والبركة. وكما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر، والشعب التونسي أيضا يحتفل بالمصادقة على دستور تونس الجديد، أن أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو إلى دولة الكويت الشقيقة لتشريفهم مشاركتنا ومشاركة الشعب التونسي هذه الاحتفالات من خلال الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء مؤخرا إلى تونس ومعالي رئيس مجلس الأمة، والصدى الذي كان الصدى الإيجابي الذي كان لهذه الزيارة في قلوب التونسيين جميعا. وأيضا أود بهذه المناسبة أن أجدد تطلع الجانب التونسي حكومة وشعبا إلى توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل المجالات. وأعتبر أنه الحمد لله كل الظروف الآن أصبحت مهيئة وتتجه تدريجيا إلى توطيد هذه العلاقات و خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.